فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال كلام الشيخ رحمه الله في سياق مخالفة أهل الكتاب من قبلنا، حيث شرع الله لنا أن نخالفهم فيما أحدثوه في دينهم وما غيروا وبدلوا، ومن ذلك مخالفة اليهود في تساهلهم في أحكام الله عز وجل واتباع رغباتهم، مخالفة النصارى في غلوهم وتشددهم ورهبانيتهم، لأن ديننا دين الاعتدال، ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، تساهل يخرج عن دائرته، وإنما هو الاعتدال في كل شيء، لأن الاعتدال أرفق بالنفس، ولأن الاعتدال مدعاة إلى الاستمرار في العمل، بخلاف التساهل فإنه خروج عن الطاعة واتباع لشهوات النفس والهوى، وبخلاف الغلو فإنه أيضا خروج عما شرع الله بإرهاق النفس والمشقة عليها حتى تترك العمل وتنقطع. فهذا ديننا ولله الحمد. ولهذا يقول الشيخ: نعم، ولهذا بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات والغلو في العبادات. قبلها قال: الأحاديث الموافقة لهذا كثيرة. نعم. ثم قال: قد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد. نعم، يعني من هذه الأمة خالفوا هذا المنهج، منهج الاعتدال، إما للتأويل تأولوه أول النصوص عليه وأخرجوها عن مدلولها، وإما لتشدد رأوه أحسن وأكثر عبادة وأكثر أجرا، فهم بين طرفين، إما مؤولة وإما مؤولة تساهلوا وخرجوا عن الطاعة بتساهلهم، وإما متشددة خرجوا عن الطاعة بتشددهم. وهذا الدين هو دين الاعتدال والوسطية والاستمرار في العمل الصالح.